الان في القريه كلهم. يا ولد لو على المواتر قلت لك انا علمتك جبت سيارات ما مو مركبتها ما شفتها. اشهد لي اشهد لي كانت طلاقه المواتر. خلينا لكم احنا يا طاقه نبي دينا وين ما شفنا شيء ما شفنا شيء ما شفنا شيء. فعلك اللي ما قدمته ولا شفته شوف فعولي وحاول تقلدها. شوف فعولك وش هي؟ شوف فعولي قدمتك عشرة ماشي. هذه تكفيك يا ولد. اقسم بالله انا هذا ثلاث ايام اربع يوم ارقد في الليل ساعه نص ساعتين يا ولد. ارتاح يا ولد قبل اقسم بالله اني اقرا قران كذي. اني اقومك عنك ترقد في الليل اقومك العصر ما ما تقوم اقومك المغرب ما تقوم اقومك العشاء ما تقوم. الله يسلط على ابوك الحين ابوي بيقول ما يصلي. ابغى ابوك اسمع كل الصلاة مسجد يا كذبه. عم محمد ترى الرجال لا ما يصلي والله مغطي براسه. اقومه الظهر العصر المغرب العشاء. العشاء ممكن الظهر الله يسقي. ايه خلني ما اصلي لكن قول لي في اللي ينقص واحد دراهم يهرب يجيب الجوالات ويجيب صعد الموضوع. ولا ديني السيارة تصعيد كذا على طول. ما خليك تندم انا لا تمزح معي. وين السيارة بعطيها اخوي زين. وين هنا يا علي رد فعلية ركان على السيارة. فعلية ركان اليوم بعدد واجد ولا طيب الله انا والله اذا جاي اشتري العاب اخوي سيف زيدي ما اخذ لك شخص او اشتري شخص اشتري شخص لا ادعي لي على العاب. يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس تتكل وقلوب الاحباب ما تكذب ورب البيت واللي يبارك حبيبه يا وازع ابشر بالهديه. شاس الرجال شاس الرجال يا وازع. اوه هذه هديه هذه هديه وازع مبارك. هذه هديه النجاح يا ابو ناصر والله انك تستاهلها. سل عمرك كل عصريه ولعب قبل ترقد. امسك بطريقة تحت في الطريق. يا وازع يا بن هشال يا وازع يا بن هشال تستاهل. مدري ايش يقول ما شاء الله وخبط الموت خبط يا ولدي الله يصلحك. الموت خبط سواقنا فني فني ما مدنا نمدحك. لا تلعبها في الحوش قلت العبها في الصاله بس في البيت. يجوزون تحطون ايش ترطون شانزال الفيني والسواقي وازعي والحمل باذن الله له يا صال اصحابه. شانزال الفيني والسواقي وازعي والحمل باذن الله له يا صال اصحابه. يلا غنوا 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 شانزال الفيني والسواقي وازعي والحمل وزعي يلا وزعيات. الشاصة للفين والسواق والزعي والحمل بإذن الله لا يصل أصحابه. لا لا رص الحجر وازع. الفين والسواق والزعي لا ما يمشي ما يمشي لأنه ثقيل برشا ما يمشي إلا يمشي يمشي وازع دقيقة لازم نرفع المكان. أيوة حطه عندك أصحابه. أيوة الشاصة للفين والسواق والزعي والحمل بإذن الله ما يصل أصحابه. عاش وازع تعال وقف وقف الشاصة والزعي والحمل بإذن الله ما يصل أصحابه. شاطر شاطر أيوة يا وازع شاطر العب في الحوش. شاطر موز موز روح خلوه هنا لبقى عشان الشمس لبقى في الوايد عشان ولدي ما يعرف انا بيه هنا تم يا ولد الله يصلحك خسرتني كم شيء ولد ما انا فارس من انا عبد العزيز صقر ضحك ضحك وش قلت بالشاص يا وازع؟ ايش قلت بالشاص؟ وازعيات ها؟ عطنا من وزعيات يوم اعطوني الموتر وخلوني عوني
اعطوني الموتر وكلوني موهوب يز موتر على وجه السعود. ايوه امدحني امدحني دب العقب فواز الشيطان وسوق وزعي الحمل بالله انا وصل اصحابه زين ادبل شغل ادبل شغل ادبل الفرش يغرز يغرز الله من برد هنيا نشهد ما يشهد ما يشهد ما شاء الله تبارك كثف الجزات تخير بس تخير أزين لا يروح بعيد أزين لا تفحط يا الله يصلح قلت لك لا تفحط أنا شفت كيف خبط الموت تعطى الموت يا الموت أجيب لك يبغى له دبرانس جديد يبغى له دبرانس عزوز كان هجيب ذاك اللي في الجبل إيه إلا حضر ارجع براس ارجع براس ايوه شوف شوف خل عاد ازده لا بقى خل نحمل خروف طيب اسمع خل اسمع خل نحمل خروف طيب صار خليني بجي ادعسه طيب السلام الله يحيي بندر بسم الله عليه والعزم يا رجل يا هم السلام ورحمه الله وبركاته ولا بوجهي ولا والله مثل نشيد انا انا خلاص اليوم نعم بنوديها ورشه مزحميه يقولون في الحشا محل توضيب منكم اي خلاص في الحشا عند مازن توضيب الشفط ما شاء الله لا شو جيبوا الدمام عندنا بالخضرية كل العيال نايمين يا رجل هنو تدري قضيت وقت بالخضرية أكثر من إني قضيته في بيتنا خراب 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 ما صار له داخل ورشة ما عاد يطلع الشخص للبيني وسوقي وزعي والحمد بذن الله أنا يصل أصحابه والله برد يا رجل اليوم بعد وبعد ما شفت شيء ضبط الفطور البندر خابرين فارس لما شاف البندر قال لي بشيل السعد وحط لي لكن اوخ خذ اوه سجل 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 قول لي تتغير شيل المركه شيل المركه ولد علي يا فارس لا لا باقي حدك ما لبست البيجامه تحت الثوب لا باقي تونا ما وصلنا للمرحله ذي والله لا يوصلنا والله اعلم اقول 15 14 15 16 احس لا هو يلا نوصل 4 3 12 12 بس 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 ايش حاله داخلي 18 اعطني جوالك بيزا شوف بعدني الله يبارك يا مرحبا الشيخ علي يا شيخ ما هذا ترجع لا تجي ما اخذت الشيخ بجيب شخص 88 عجب عطش ابو شنب عندك الشيخ لا بدخل بهنا يا رجل يا مركب تسبيه واجي في حمله حطب قرف هالروح يجيك لاش شوفكم يا ولد حكي على صوت طمني والله هاي حرك ماشي على ان رمخيت قلت يا عم بريك يا ولد ادخل عوين كم كيف لا فرامل المهم قلت قلت يا مش على شوف شوف كيف عش ادخل يجي يا اخي حق يجيوك ارح مو ارح مو ارح مو ارح مو تعمل الجلسه لا هذا لا احد يسال لا احد ويدخل على اليوتيوب قال يا معين القير صغير ارحب جنب الدكتور ايوه خلاص صوره مليون و200 يا قيمه عمار راتب اللي قيمه عمار لسه تلعبها في العصر عشان العظيم اليوم على الموت هذا انا احسن بعد بين الموت ترى ما تروح بعيد يا محمد يطيح يا يهود الموت احنا نضحك على صوت من هنا يرجع لكم ملوه وبنصر وبراكه الدنيا سلطان يقول كرالله ما اخذته في الدائري في الرياض ولا دخلته في الخارج بس تدري لو مسكت دقت يزر لم تغير صوته حطك زر ثاني سبورت طيب تدري اقول لك شيء تدري لو مسكت في خط ها بتنقد على الموتر شاط سنه شاط اللي بنقي تدري ايش سوى اقول والله والله تدري وش اللي طير شلوى الرنج قطع على مياه انا ايش تدري ايش سوى عدريس البارح ابوك الرنج شغل المكيفات تحتنا حار ايه مجلد فشاكم مكيف حار يبغى شيء عليه محول قفل لك على هذا حار جمره تدري نزيه في برده تدري ايش نقابل الموتر انت السواق وبملح من العام أوه تدري وش اللي غرني نظرتي فيك؟ شنو؟ نظرتي فيك في جلسة لبعين بس والله يا ولد إن صراحة دخولية فخمة طيب يا بيكم تجيبون مدات أصلا ما ضغط أنا وياك طال عمرك أي والله تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا
يا محمد لا تخرب سيارته، هذه النجاح. شوف الريم مقرب رجليه منها. انا تكرمون يا الربع، تكرمون. كرمت مره طال عمرك رحت انا واخوي للشمال بعرعر. المهم رحنا بثالث يوم بشباط وفيه موجه بارده جدا. المهم شبينا نار، برد صقيع، درجه الحراره ترون كم؟ 4 تحت الصفر. المهم كرمتوا، كنت لابس شرابات الصوف هذيك العائله، لا ما هي بالعائله، الصوف حقت الشبان خشنه كذا دي الشرابات القديمه. المهم شبينا ضوء وكرمت واقرب رجولي للضوء، والله لي ما دريت الا يوم شميت ريحه حرج شعوطه. اي والله اني ما حسيت بالبرد، انا اصرخ يوم حسيت بالحراره. اذا احترق الشراب واحترق، اذا احترق كذا احترقت رجلك. هي يا زين الدفا. المهم احنا نترك ضونا ذا ونروح نستاجر لنا فندق في عرار. بلا بريه بلا كذا، بلا بريه البرد عاد والله النكبه. لا ما معنى لا خيمه ولا رواق ولا شيء. لا غلطوني ايش مريا اخذ لك فندق ورقد. اي من اول بس غلطه وروح بريه. احنا رحنا الشغل عام كم؟ والله هاك السنين، لا لا قبل كورونا بسنه كذا. هذا من اول، من اول وش عمرك؟ قبل فتره. انا ما قلت من اول، لا قلت احنا رايحين شغل ما عندنا لا خيمه ولا رواق ولا شيء، ما غير شد سفري طال عمرك وفراء. سلام قبل فتره طلعنا الشمال تمشي ابي اشيل المراهق على كبر واحط فرشنا ترى شباب يا استاذ حط صندوق لا تستحي عادي واحد ما حجرك الماء ونحول من الخط يمكن 30 كيلو الى 35 كيلو الموت على الجزء اللي جيبه نسيت ان الجرات الفرش في ظهر الصندوق يوم وصلنا معنا 30 كيلو بر نزلنا الجراكل لين في واحد في نص ولا انتهى منا الا الفرش ونزل عزبتنا يوم ومعنا رواق وبارد بارد 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 يوم جاء قدح تعبانين نبي نوم ناقد علينا شب الضوء نسحب الفرش يوم سحبنا الفرش لان كنت تظهر على المسبح الموقف مره حلو. اي والله واحد جانب الطليان احنا رايحين مزاضريه احنا معانا وراه ومسرع احنا مسرعين هو على شاص وطيح واحد من الطليان شوف عيني احنا نوقف على جنب ونشوف الطليان يسلم ولا ما يسلم لا هو يعرف بس اهلبك على شاص تعال اوقف راح احنا ناخذ الطيحنا الشراسه بكي خلاص موات احنا نحط الشطه ودي دمدمناه فرشه احنا نلحقها ما لقينا راح الشخص احنا نحول على حمزه الضريه حمزه الضريه ضريه مخرجها قريب 10 كيلو رجله تله بدي احنا نبكي ناخذ من مكسوم الله اي انت مرقه حق عاد برد الان تمرقه هذا رزق الله ساقلكم. هي بس هي حاجات تصير الى الله المالك رزق جاك. يقول فيها رجال في حرس الوطني، حرس الوطني بيوتهم كلها متشابهه. صح. حاطين اسكان وكلها متشابهه. نفس البيوت نفس التصميم. يقول رجال مستعجل عنده كرامه. ويقول يصرخ شاته ويخلصها ويكلمها انا بدري يبغى يسوي له غدا. يقول ياتي اخطا في بيته ما ادري من جنبه ولا المهم انه اخطا البيت ياتي يدخل البيت الثاني يقول ادخل ما رد الا المطبخ يقول يوم دخل نزل المطبخ يقول دخل جوا البيت اي دخل جوا البيت وهو مو بدالي انا اسوي يحسب انه بيته كل بيوتها متشابهه المره اللي داخل دارت انه مخطي سبحان الله عاقله قالت هذا مو بيتك يقوم ينزل الطريق المسطوح حلب يطق قال خذ ذبيحتك خذ تدعيه خذ ذبيحتك عيا مع من الصدمه ما عاد رزقك خذيه يطق يقول يروح كلم راعي المحل يدور قال والله ما عاد انا حرام ذبيحه ما دخلت ما بداري ودانها جاتكم خذوها يقول اطبخونها بيض الله ايوه مصلوخ جاء الله جاب الرجال دخل عليهم بالمطبخ على طاري هالقصه ذكرت لي بقصه واحد شاعر المهم طال عمرك يمكنني قد قلتها لك بس ما قلتها للعيال المهم يطول العمر عنده ضيف بالليل جايه ضيف وهو يقمز الضحى هم في قريتهم شوي كبيره ويعرفون مهاجر المهم طال عمرك ويروح للسوق وياخذ له ذبيحه ويمر طال عمرك المصلخ يوم جاء عند المصلخ قال قابل المسؤول على المصلخ قال ابي اصلخ عندي ذبيحه قال الصلاخين كلهم
بالصالة الفلانية في عرس. قال عرس من؟ قال عرس فلان. قال زي قال رح أصلخ عندهم. المهم هو يروح يدق السلف، جاهم مع صلاة الظهر. يوم جاهم مع صلاة الظهر تعرفهم أول عند القرودة يصير في غداء، الناس تجي من الظهر. المهم يوم أقبل عليهم طال عمره كله أبو المعرس وذولي برا، هو يوقف عندهم يسلم عليهم. يوم سلم عليهم هلا يا فلان، يعرفون بعض، هلا يا فلان يلا حيا كيف الحال، بيض الله وجهك على هالعنية. وهم يربطون السيارة ايه هم يربطون هو سكت، هو كريم الرجال ومطفر ما عنده ولا ريال. المهم هو ينزلون الخروف وهم يمسكونه يقلطونه يقهونه. قالوا تغدى فلان؟ قال لا والله ماني متغدي. قال اجل الليلة لا تخلينا، حياك الله انت ومن عز عليك. قال ان شاء الله. هو يركب سيارته معود البيت يصفق شماله بيمينه، طال عمرك مضايق عادي ما يجي ايه ولا معه فلوس. المهم يجلس ويجلس ما يدري ايش يسوي. يوم اذن العصر حتى ما رقد هو يروح يصلي العصر. يوم رجع لقى هاك الموتر واقف عند الباب. يوم اقبل على الموتر اللي نزل هاك الرجال، ارحب يا فلان اللي نسيب الله اخوه المره. يلا حيه يلا حيه، اقرط 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 خنت قهوه. قال لا لا قبل أنا أقلط. وهو يفتح الشنطة، يوم يفتح الشنطة قال وش عندك؟ قال عندي ذبيحتين، ذبيحتين طال عمرك مفطح، أبك أبي نتعشى الليلة وتعزم جيرانك، وذبيحتين مقطعة نبي نكشت بكرة هنا وأنت والأهل والورعان. يقول يقول وأنا خمة بدون شعور وأحب راسه. يقول أقلط أقلط. قبلها ترى قال قصيدة من ضمنها بيت، قال اللي تكفل بي وأنا حمل ورضاع ما هو مخليني وأنا اليوم شايب. شوف قال قصيدة فيها حكمة وإيمان. قال اللي تكفل بي وأنا حمل ورضاع ما هو مخليني وأنا اليوم شايب. المهم ويجي ضيفة ويتعشى هو ضيفة طال عمرك الله الله. ويوم جاء الصبح طال عمرك ويحملون ذبيحتهم مقطع ويروحون يكشتون يقول اللي تكفل بي وانا حمل ورضاع ما هم خليني وانا اليوم شايب. انا قلت سبحان الله يا هلا تعدينا ورجينا اهم شيء ما خل نجيب لك مده. لا لا بس خذ المده ذي خذ يا كرسي خذ تعال هنا اما انا صارت علي قصه سبحان الله بس اني رحت لقى رجال اسلم من جده اسلم اي انا عزمت رجل على كرامه اي حدت ما حدد موعدها قلت لا جاء ان شاء الله طاب فعلكم بغيتوه نحطها حطنا لانهم توهم نازلين مشغولين ذاك اليوم كلموني يوم كلموني ثاني خابر العامل عامله دائما عنده ذبايح اخذ منه ذبيحه وهي جتني دراهم اي مع الراتب ولا المهم يوم جاك النهار قالوا العشاء الليلة ولا بكرة أنشدهم. قالوا الليلة أكلم العامل اللي أنا عاملة قلت عندك شيء من الذبائح؟ قال تعال لي إن شاء الله تحصل. خلاص أنا وكنت عليه قعدت يوم صليت العصر وأنا قلت لا مو بعصر قدام غرب شوي حرك صوب هو يسوق سوق البي. يوم جيت قال والله يا أخوي سلطان المعذرة منك ما عينت شيء يا ولد أنت قال لي قال لي عندك طليان ضيفي قدني عازم هالليلة؟ لا والله ما عندي شيء. المهم عندنا تجادلوني انا صوتي عليه شلون تكذب عليه شلون هاي بتورط قدني قد لا والرجال قال فاز بالراس ايه احنا رجال قال اسمع اسمع يا ولد انت شكلك الليله مضيوف لكن عندي طلي مقطع مو مقطع مصالخه والله العظيم اني بحطه في الثلاجه مو بضيفه والله انت اخذ هذا حاله انا وياه قلت اسمع انت بيض الله وجهك بيض انت تحب النود انت سويت علم ما حد مسوي لكن ما دام اني اللي اتعامل مع ضيوف ولا ما عندي مفر باخذ طليك ان شاء الله بتجيك بيض الله اعطاني طليه والله انه مسلوخ جاهز مبطح كفو ريحه يلا ما تطيب راسك ما تطيب هذا من توفيق الله اخذ طليه عشي الضيفان على علمتهم والله لو عندي 10,000 طلية وجيني قسم بالله نعطيك طلي والله كايك طلي 1500 ريال بيض الله وجه معطي من حلال من حلال ابو ياه ما تغفل بلف وثمان والف وستعين لا فيه يا رجال زودها زود سعرها وفيه طريقة
عند بعض القبائل ما كذا اسماء عشان تقليدية ما يقولون مين الشهر. انت تعرفونهم اللي اذا جيتهم مغرب ولا في الليل يعني جيتهم قلت لكم مغبك الليل يعطيك ذبيحتك بدون دراه. ما شاء الله هذه عند قبيلة معروفة. تعرف تعرف؟ ها من هالشو ها؟ تعرف شو؟ اذا جيت انت ما ضيوف جيت انت يعني يا مال مغرب ولا يعني من عصر وراء يعني خلاص قلت لك في الليل يعطيك ذبيحتك يقول هذا بدون بدون ما تشريها من اي حال يلا ما طيب راعي غنم انا ابي قد جاء لها رجال الله النبي جاء رجال يوم جاء قال قال هذه ذبيحتك هذه ذبيح ضيفك قال انا ما قال له قال احنا ما نبيع وازي ايش حقت الارض هم هالغنم قال شلون ما تبيع قال هذه ذبيح ضيفك قال ضيفي مو بضيفك ضيفي انا لي وضيفك لك قال لا ما نبيع جاك جاك الضيف في الليل خبر ايش ناسيها قال لا ما نبيعها تعطينيها بكرامه سوونها عز الله انها طريقه طريقه هناك هذا هذا طره ذبايح طره الا حبيب وظهر من المورقي نعزمه عند السناني في جده عندهم حورته في جده ونعزمه عند السناني وطلبوا من السناني عشام سمك عشنا السناني سمك يبون وش يبون معشي سمك عشان بالمحاورة يستلمون يستلمون شو بدها المهم قلطوا على قلطوا على السناني مطلوبهم سمك يبون على الرحب السناني مجرم ما السمك احيانا اغلى من قيمته ايه. لا بس ما ما, ما لهم مآرب اي هم لهم خط خبري رفيج يبونه في المحاورة اي حركاتهم ما يخاف اي يوم قلطوا على السناني والسناني يحط صينية السمك السمك بحط صينية الطليق ايه عرف لهم ايه السناني يحط قال هذا مطلوبكم هذا ما جوبكم يا ما في حيلة السناني وقوموا اثنين وقلطوا على الطيخ خلوا السمك يا رجال هاي ما هو الله ذكي كلهم سناني كلهم مثلا من بعض هم هذاك فعلا يبغون شيء زي ما لا يبون يطربونه بس هو زي ما قال خمسة السمك مثلا لكم هذه شحن وش عم تستهلون وتجيبونه الحين اقول لكم تب ابو معجب ابو معجب يا قاطع والمعرفة بازدياد المثقافة تشد والمعرفة بازدياد سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم سلامي في المبتدا تسليم جل العموم حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم ما عاد في الوضع نوم في الواقع من النجاح والاسم ما ينغوي والاسم
مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي، مزيج صبر وكفاح يجتازه المعنوي. سلامي في المبتدا تسليم جل العموم، حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. جينا لكم من بعيد نضيف بالنور نور، نضيف بالنور نور، معنا القصص والقصيد نوسع فيه الصدور، نجدد ونستعيد بزنس سري الحضور. سلامي في المبتدا تسليم جل العموم، حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. من جد جد وجد يلقى لفعل حصاد، يلقى لفعل حصاد، الصامل اللي صعد حر كفخ للهدى، والمعرفة بازدياد، المثقافة تشد والمعرفة بازدياد. سلامي في المبتدا تسليم جل العموم، حنا هنا والحدا ما عاد في الوضع نوم، ما عاد في الوضع نوم. في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا.